الرسالة ديالي الأخ مراد مزوري، الله يخليك، حاول تستافد صاحبي، حاول تستافد، ما تبقاش تعاود المسائل ديال الشخصية، وما تبقاش تعاود أش باغي دير ولا لاش باغيش تعاود لعباد الله أي حاجة. صدقني راه البشر كاين شي بشر الله يستر مريض في دماغه ما تيبغيش الخير فيه، صدقني بعد مابقاش عاود عاود حكي حكاياتك عاود اي حاجه، ولكن اش باغي دير الغدا ولا بعد غدا ما تعاودش هاد المسائل. سمعتني اخويا مراد، هذه نصيحه مني لك، دير بها صدقني دير بها راه غادي تنجح. ما تبقاش تعاود البشر اش باغي دير، ما تعاودش نهائيا، لحقاش البشر ديالنا راه واعر، راه الله يستر وصافي. نتمنى لك التوفيق في الحياه ديالك ونجاح في نجاح. تبارك الله عليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.